wasaaradda horumarinta arrimaha bulshada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa ugu baaqay jaamacadaha dalka ka jira inay horumariyaan barashada farsamada gacanta. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyahayaga Cabdirasaaq Jaamac Cilmi Balaag. كدب أجاسمها وزارة هرمرين تأدي قبل شدة حكومة فضل على الصومالية موسى صالح وكه اللي يي مناسبات حرق اللوج جري الصومالي إنترناشنال يونيفرستي إس أيو وأهجا معد بحنيسة وحبر شهر جامعة دا كل يجلا جبرتو شقده فرسما دا جعنتها يوليبه وحبر شدة تعليم تدت كواوين أو مجال هذا المقدس كهير جليين مؤسسة دا أورك وحبر شدة هرمرين تقبل شدة الصومالية أساس دا أيه وح وأجاسمه كعد صدى جامعة دا إني حوج سارتو صاريد dhalinyarada Soomaaliyeed ee xirfadleyda ah waxay ahayd ujeedada weyn jiilkan maanta inuu hor jooga baahi badan 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 bay qabtaa yeyd chaku poultry and master of none that it does on professional sex ku qaata oo champion you know tan ay ka tabo tan ay tayada ka waxan baan qoray iskuulkii farsamada oo ah تتك الصبور حاله وآخ دعنا عن شيء وخبر الشدي بقى وقت يقول لك نسيت كده فيه لكن سبب لنا تتك عم حمد دور الله إلى البروفيشنال تتك عم تكشف عيسا والمشارة ده يقان وكرنتا ده يقان والفيتشي ده يقان ومحام كل التلاتة ده يقان وفهم ديو هو حدسة تتك عصائي يقول لك عادي عادي وقا هنك وينونا كبب لنا يحاك عادي يدا هدي عدوكتين يحبي قبب وإن كنا أحسن لهاي جامعة دولة أوربيسا وأنا أقول لهاي بحي عم بستورش دولة الكبير لهاي المنهج دين يندى مرة كنا وسوس ونقرينا لكن أهمية دقوين يعني ورمنا هي الأول بدا ساعتها وحوين محيط فرصمة دي كعنا جامعه عالميه ايه سوماليا اس ايو ايه اوچيد که لو اساسه لغو شاگه قدب ايه کمی دهين دسيد ده اخلاق ده اسلوب ته دميروناگا دسيد ده اقوان تا گراد که فکر که فرسام اقوان تا دسيد ده اقوان تا ادهكسيگ آلاد ده کمبيوتر که انترنت که يولي با قدب اکل سيد ده او شرحي مدح جامعه ده پروفیسر اسماعيل علي سعيد إنا نشتغل على كل هذا السنين على أقوام، بناء على دكتور أوبيت، جرّا، حكمة تيجي في سبيل دين يشام، فكرة هي فرصة ما أقوم، وحن كنت لترنا هذه اللي على ما نقول صوفا على واسطة في مشي على مسامات، إن أردنا أن برنا أي إكسترا كولر تيجي في يشام، أما يفرسان نجارات، أما يمكان يفرسان، أما يلتوشن يفرسان، هي أيوم دنيا هيا. agaasimaha iyo madaxdi kale ee ka socota wasaaradda adeega arrimaha bulshada ayaa kormeeray qaybaha kala duwan ee jaamacadani oo iyadu ka mid noqonaysa jaamacadaha dhawaanahan laga hirgeliyay gudaha magaalada Muqdisho kuwa oo sare u qaaday aqoonta ardayda kala duwan ee ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo qaybo kale oo ka mid ah dalka Cabdirasaaq Jaamac Cilmi Balaag Somali Channel Muqdisho